بسم الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم السلطان. الحمد لله المرسي أديو، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. الملائكة مهمتهم الكبرى بعد طاعة المولى بكل ما أمر ولا يشركوا بشيء، وهم الأمناء فيما أمر الله به أن يكون كشهادة أو كرسالة ولا مجال. جعل الملائكة أي خصصهم بعدة أشياء، منها ما سيأتي في الشريط الآتي بفضل الله تعالى.